واو شو هاد؟ شو هالاكسسوار وهالدلع وهالجمال؟ بتجنني طالعة. بس شو هاد؟ شو رأيك بهاللوك الجديد؟ إيه واو يعني. بس ما قلتي لي يعني شو المناسبة؟ ليش هيك كتير مغيرة؟ ولو يا سميرة، أيه؟ لازم اللوك تبعي يتناسب مع شغلي الجديد كمديرة المتجر بعد ما راحت نادية. عجد معك حق، مديرة المتجر. شلون الشغل اليوم رواء؟ ايه طبعاً مثل ما بدك، مثل ما بدك وأحسن. ايوه، وليش جنابك كتير واثقة من حالك ستريان انه انت رح تصير المديرة؟ ما فهمت سميرة. ايه؟ لا تنسي اني انا اقدم منك بهذا المتجر، توظفت قبلك بأسبوعين. اسبوعين، ايه صح. ايه تعي تعي امشي على الشغل. اهلين، صحيح الخبر اللي وصلني قبل شوي انك اجلت سفرتك لدبي؟ اي والله يا بابا مزبوط. نادية مديرة متجر اللي عنا تركت الشغل وبدها تهاجر على المانيا، وانا بصراحة ما بوثق بحدا بغيابها. يعني اذا انا غبت وهي غابت مشكلة، وخاصة ان الموظفات اللي عنا لسه ما عرفنا خيرهم من شرهم. بابا لا تشغل بالك بهالموضوع، خلصني الشغل اللي بين ايديك وتعال عندي على البيت نتغدى سوا، وعند عشية ان شاء الله بنروح على شيء قهوه نتبحث بالموضوع. لكن لك فكرة. وهو هيك بابا، يلا يلا رح سكر واجي لعندك فورا. امرك امرك بابا، الله معك. يعني حدا بصح له يروح ويعيش ببلد اوروبي وبيضل هون؟ لهيك حبيت ودعكم ووصيكم بهالمتجر وبالاستاذ شادي يلي طول عمره موقف معي وداعمني وموقف جنبي، واكيد حيوقف جنبكم ويدعمكم طول ما انتم عم تشتغلوا معه. لا تاكلي همسة ناديه، لا تاكلي هم، سافري وانت كثير مطمنه. اكيد اكيد سافري وانت مطمنه، لانه يعني الاستاذ شادي اخونا وغالي كثير علينا، وانا بتمنى لكم النجاح والتوفيق بشغلكم. بس ابقي تذكرينا، ها يعني لا تنسينا. اكيد يا روحي، مجرد ما اوصل على المانيا فورا حاتصل فيكم حبيبه قلبي، واطمن عنكم وطمنوني عنكم. اكيد اكيد، الله يوفقك انت وعيلتك حبيبه قلبي. يا عمري باي باي. الله معك بالسلامه تقبريني. باي. بصراحه يا استاذ ما كنت متوقعه، يعني الشغله صارت بسرعه وما كنت متوقعه انه يجي الطلب بهالسهوله. طيب مو مشكله، امتى مسافرين؟ يعني تقريبا خلال اسبوع بالكثير، بس لازم نجهز اجراءات السفر والجوازات وكل الاوراق المطلوبه، وخلال 3-4 ايام لازم نكون مسافرين. عن جد انا اسفه استاذ شادي، بس ما كنت متوقع انه هالامور تمشي بسرعه، وصراحه هالفرصه كنا عم نستناها من سنين. مو مشكله مو مشكله، انا ماني زعلان. الله ييسر لك، انا بتمنى لك كل خير وبتمنى لك انه تنجح بحياتك. بس بدي اطلب منك طلب، بدي منك ترشحي لي حدا يدير المتجر. يعني عدم المؤاخذه، اذا انت مانك موجوده انا كمان ماني موجود، عندي سفر. بصراحه استاذ شادي انا هدول الصبايا تعرفت عليهم جديد ومو واثقه من خبرات اي وحده فيهم، ما فيني رشح ولا اي وحده فيهم لانها تشتغل بالمركز. طيب شكرا، يعطيك العافيه. شكرا كثير لك استاذ شادي على وقفتك معي خلال هالسنين، انت والسيد الوالد. عن اذنك. على عيني وعلى راسي، 100 اهلا وسهلا. الله معك. معناتها ما ضل خيار قدامي غير الغي سفرتي بعد ما قدمت نادي استقالتها، لاني ما بامن على حدا غيره يستلم الشركه. اهلا وسهلا استاذ. يا 100 اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا، منور المكان. خير؟ شو فيني اخدمك اليوم؟ انت شو جابك لهون عم؟ سميره اعطيه قرشين وخليه يتفضل لبرا. يلا اذا بتريدي، انا ماني شحاد ولا لي جاي اخذ حسنه منك، انا جاي اشتري هديه لزوجتي. انت جاي تشتري هديه؟ بتعرف انه ارخص هديه عندنا هون بالمحل بتطلع قد راتبك كله؟ ريان هيب هالحكي شبك؟ لك شبكي انت؟ هاد مو زبون، الزباين يلي بتجي لعنا كلها هاي هاي. انت وظيفتك بس اذا سالتك قد ايه سعر القطعه تقولي لي قد ايه سعرها، يا اما بشتريها يا اما ما بشتريها. لو سمحت انا مالي فاضيه ضيع وقتي معك، اذا بتريد تفضل لبرا. خلصنا ريان بقى، خلصنا شبك. انت ما دخلك، انا المديره هون وانا المسؤوله عن المتجر. لا ما بصير هذا الحكي، وانا هون كمان موجوده لخدمه الزباين. لكان بس تخلصي من هذا الزبون بتمسحي ارض الصاله وبتعملي لي كاسه شاي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه استاذ تفضل،
أنا بخدمتك، بس قلي شو نوع الهدية اللي مطلوبة؟ بدي تنقي لي إياها هيك على ذوقك، لأنه مبين عليكي لطيفة وبنت حلال ومزوقك. أنت شو قصدك إنه أنا قليلة ذوق؟ اتفضل اطلع لبرا. ريان بكفي بقى، مو من حقك ابدا تقلعي زبون من المحل، هذا مو من اخلاقنا ولا من نظامنا. شو رايك تسكتي احسن ما تتقلعي معه؟ انت شو فكره حالك؟ شو فكره حالك صاحبه المتجر لتكوني؟ ها انا هون المديره. انت موظفه هون لحتى تمشي امور الزباين مو لحتى تقلعيهم، فتحي عينك منيح. انت بدك كثير لتعرفي الزباين مثلي وتعرفي كل واحد شلون تتعاملي معه وتعرفي يلي عن جد فايت يشتري من اللي فايت يشحد. بضل اسمه زبون طالما عم يعطيكي مصاري وعم يشتري وعم يدفع لك هليك الحسبه حق القطعه، واجبك تعامليه بانسانيه وبلطف، مو هيك تقلعي شبك انت؟ ايه لا يا ستي، مو كلهم مثل بعضهم، الخواجه انا كثير منيح بعرفه، ببين عليه من هيئته من شكله من صوته. صوتكم طالعه؟ شو في؟ من صوتك طالع؟ اهلين استاذ. اهلين استاذ. يا اهلا وسهلا. بابا؟ هذا ليش اجيت لهون بدون ما اقول لك؟ انت طلعت استقبلتك على قليل. هاد ابوك؟ هذا أبي صاحب الرزق صاحب كل المحلات. أهلا وسهلا أستاذ. تفضل تفضل تفضل. الله يرضى عليك. الله يخلينا إياك. الشيء اللي عملتيه معي والتصرف اللي تصرفتيه بدل على قلة تربايتك المنزلية وعدم احترامك للناس. أستاذ أنا آسفة، والله ما كنت بعرف إنك أبوه لشادي وصاحب المتجر. حتى لو ما بتعرفين ماضي اعتبري انه هذا زبونه بهذا الامر، ما لازم تحترميه؟ اول شيء انا قد ابوك اذا ما كنت اكبر، والطريقه اللي حكيتيها بدل على انك انت مو مربايه منيح ابدا. احنا بهذا المتجر عندنا اسس وعندنا معايير بنشتغل عليها، واهم اساس بنشتغل عليه هو الاخلاق، لانه نحن دائما عندنا الزبون على حق، وهذا البند اللي هو بند الاخلاق نحن منخلي الموظف يوقع عليه بأول توقيع وبأول بصمة، على ما يبدو أنت تحديداً ما نكاري هذا البند. أنا آسفة، آسفة كثير. إجا أسفك متأخر، أنت مطرودة لسوء تعاملك وسوء أخلاقك، بركي إذا انطردتي من المتجر بتعيدي التفكير بسلوكك مرة ثانية. وأنت ست سميرة، حاضر أستاذ. لأخلاقك العالية وخبرتك وحسن تصرفك مع الزبائن، الله يديمك أستاذ، قررنا نسلمك هالمتجر وإدارته. شكراً كثير، شكراً كثير. أنا ما بعرف شو بدي أحكي أستاذ، شكراً كثير على ثقتكم فيني، وإن شاء الله أكون قد هالمسؤولية. شكراً كثير. الله معك. هلا صار بدي اسافر وانا مرتاح. كتر خيرك، شكرا كثير استاذ.